مدينة طرابزون هي جوهرة البحر الأسود، واحدة من أجمل المدن التركية. موقعها بالشمال التركي على ساحل البحر الأسود، وتعرف بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق. ثروة تدخل ملايين السياح سنوياً. تأسست طرابزون بالقرن الثامن قبل الميلاد، واليوم هي مدينة حديثة يعيش بها حوالي 810 ألف نسمة، وتعتبر مركز ثقافي وتجاري كلش مهم بالمنطقة. وتشتهر بطقسها المعتدل وطبيعتها الساحرة، والسياح يجوها من كل أرجاء الوطن العربي ومن الخليج. وبالعراق كل سنة بالصيف تنطلق رحلات مباشرة من عدة مطارات عراقية إلى طرابزون. هسه احنا قريبين من الميدان، وجينا بهذا الشارع اللي هو موجود في طرابزون. الناس تجي لهنا تتسوق وتتبضع، ما شاء الله المكان متروس محلات ومطاعم وماركتات وكل شيء موجود هنا. تتلاقى الحداثة ويا التاريخ بمركز المدينة، وموجود شارع هنا اسمه شارع الروس. هذا الشارع التجاري الرئيسي بالمدينة، واللي يشبه شارع تقسيم الموجود باسطنبول. وراح نقدر بهذا المكان نتسوق أو نقعد بأي مطعم من المطاعم اللي موجودة اللي تقدم الأكل الشعبي التركي، وراح نستمتع بأجواء نابضة بالحياة. Her zaman her şeyden önce misafirperverlik olarak başlarımızın tacıdır. أهلا بكم في مدينة طرابزون. مدينة طرابزون تعد من المدن ذات القيمة الكبيرة من حيث السياحة، ولها مكانة مهمة ومشاعر عميقة جدا. إنها بلا شك واحدة من المعالم السياحية الرئيسية في تركيا بموقعها وتركيبتها السياحية الفريدة. طبعا تركيا ده gezilmesi gereken çok turistik yerler var. Efendime söyleyeyim ama Trabzon başlı başında boylu boyunca Türkiye'nin hem çimentosu hem turizm alanıdır. اليوم الميدان جدا مزدحم، ليش؟ لأنه أكو لعبة النادي طرابزون، وهنا أهل هذا المكان من عشاق كرة القدم، ونادي طرابزون أخذ الدوري مرة واحدة، بس المنافسة مشتدة كلش. أهل طرابزون كلش محبين لكرة القدم، وعدهم فريق طرابزون سبور واللي هو يعتبر فخر للمدينة، واللي حصل على الدوري التركي عدة مرات. ومن تصير لعبة تشوف كل أهل المدينة متفاعلين ويا هذا الحدث. Kötü gününde hep beraberiz. Çünkü biz Ankara düştüğümüz. وصلنا اليوم من مدينة أنقرة إلى طرابزون. طبعا طرابزون هي أخت لنا، نجد كل الاهتمام في ضيافتهم، جئنا لحضور المباراة، نأمل بمشيئة الله الفوز. تعالوا هسه نترك المدينة نجي وسط هاي الطبيعة الخلابة. احنا وين؟ احنا حاليا على ارتفاع 1600 متر بقرية حمصيكوي، وبهاي الاستراحة الريفية، وشوفوا الفيو ايش قد حلو.
همسيكوي واللي تعني القرى الخمسة، وسكان هاي القرى عددهم فقط 350 عائلة، وهم السكان الأصليين لهذا المكان. لعبت وياهم الأقدار وصار هذا المكان سياحي، يجوا السياح من كل مكان، فبدأوا يستغلون هذه الأماكن إنه يجون الناس هنا ويرتاحون ويأكلون أكلة السوتلاج، هاي الأكلة اللي هي كلش مشهورة بهذا المكان واللي إحنا نسميها المحلبي بالعراق. وأكثر سكان هاي القرى نشوفهم معمرين، لأن كل أكلهم أورغانيك، يعني يكون أكلهم من الطبيعة، وماكو شيء يجي من خارج المدينة، خصوصاً الأكل كله طبيعي. وأهل طرابزون مشهورين جداً بالشاي، وهذا الشاي يصدر لأكثر من 74 دولة. قريتنا هامسي مشهورة بالرز بالحليب منذ السبعينات. تشتهر قريتنا هامسي كوي في منطقة ماكا طرابزون بالرز بالحليب المصنوع من المنتجات الطبيعية، لذلك يعجب الجميع بأكلتنا الخاصة بنا. سنستمر في استقبال ضيوفنا في مطعم غازي عثمان دائما. غازي عثماني أنا مسافر لرمز بكيوس. بأعالي جبال طرابزون يتربع دير سوميلا، وهذا الدير موجود من القرن الرابع الميلادي، ويعتبر الواجهة التاريخية والحضارية التركية القديمة، ويبعد 50 كيلومتر عن سنتر طرابزون. هذا المكان يتألف من 72 غرفة موزعة على 5 طوابق، موجود بها غرف للصلاة والمطابخ وغرف الدراسة، وجدران المزينة باللوحات الجدارية اللي تروي كل زاوية بيها قصة من العصور الوسطى. هسه وصلنا إلى واحد من أقدم المعالم السياحية في مدينة طرابزون، جامع آيا صوفيا. تعالوا خلنا نستكشف ونشوف شنو موجود بهذا المكان. بالقرب من شاطئ البحر وعلى بعد 2 ميل فقط غرب طرابزون تقف آيا صوفيا، هاي الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية السابقة، تحولت إلى مسجد بعام 1584، وبعدها تم تحويلها إلى متحف بعام 1964، ورجعوا بعدها أيضا حولوها إلى مسجد بعام 2013. وهذا المكان انبنى بالقرن 13، ويعتبر واحد من أفضل الأمثلة على العمارة البيزنطية.
وصلنا إلى أجمل بحيرة وأجمل مكان طبيعي في تركيا، بحيرة أوزنقول اللي دائما نشوفها إحنا بالسوشيال ميديا وبالقنوات التلفزيونية. وهذا المكان الناس تحب تجي بالفترة الصباحية وأكو ناس تحب تجي بالمساء، لذلك قررنا إحنا كادر قناة الفلوجة أن نعيشكم الأجواء النهارية والمسائية، فخليكم ويانا. يجي إلى طرابزون لازم يجي إلى أهم مكان سياحي، أوزنقول. هذا المكان اشتهر بالسوشيال ميديا ويسموه سويسرا التركية. المكان حقيقة كلش حلو، عبارة عن بحيرة راح نقدر من خلالها نصعد للجبال نشوف منظر البحيرة كلش حلو. المكان موجود بمجموعة من الفنادق، إضافة إلى هذا بمجموعة من المطاعم موجودة هناك. وكل سائح يوصل إلى طرابزون لازم يجي إلى أوزنقول ويتمتع بجمال الطبيعة، وخصوصاً هذا المكان إلى عشاق يجون ويأخذون أجمل الصور. مجموعة من الفعاليات تقدر تمارسها وإنت موجود بهذا المكان، وتقدر تقعد بأي مطعم أو أي مقهى وتستمتع بجمال المكان. وموجود أيضاً ممشى تقدر تاخذ هنا اجمل الصور. هذه هي أوزنقول، تقع في طرابزون وتتبع لبلدية تشاياكارا، وهي حديقة وطنية طبيعية. تقع هذه المنطقة على ارتفاع حوالي 1100 متر فوق مستوى سطح البحر، تعتبر كمنتزه طبيعي، وتعد واحد من أهم المراكز التي يزورها إخواننا العرب بكثرة. تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة. أوزنقول هي واحدة من الأماكن النادرة في العالم، مكان يشبه الجنة. جنتك ببياري يعني. لأن المكان كلش حلو، فتعمدنا اليوم إنه نبقى إلى نص الليل في أوزنقول ونشوفكم الأجواء بالليل. وشاءت الصدف أن نشوف عراقي من أهل الأنبار بهذا المكان، فتعالوا نتعرف عليه ونشوف الأجواء هنا وشون عايش. السلام عليكم. شونك حبيبي؟ أهلا وسهلا. ويا قناة الفلوجة الفضائية. شرفنا بيكم ولنا شرف. الله يعينك. الاسم؟ اسم مهدي صالح. مهدي صالح من وين؟ دليم من الأنبار. هلا عمي تاج راس. حيا الله دليم. من الأنبار. نعم. وهاي قناة الفلوجة بعد قناة الديرة. تشرفنا بيكم بالله. أنا من حجال الأستاذ، بالعكس تشرفنا بيكم الله يسعدك. قناة الفلوجة كلش حبيت هذا الشيء تجون وشو تشرفونا هنا. جابك ايش عندك هنا؟ الديرة موجودة. الدنيا موجودة. 12 سنة صار لي بتركيا. أي نعم 12 سنة أنا أدرس طب أسنان هنا كذلك. حلو حلو. طب أسنان وكذلك بزنس نفس الشيء نفس الأمر. يعني أنا عندي شريك هنا، شريك جاري يصير هو، وأنا هنا كذلك. فالحمد لله على سنة على سنتين ثلاثة كذلك بزنس ويا الدراسة. ما شاء الله. يعني إحنا أكثر من مكان دنزوره دنشوف شباب عراقيين، شباب عراقيين أبطال وورود هالنوبة طبيب ما شاء الله عليه. إحنا واحد نكون مو بس يظل طالب، مرات الطلاب يقعد بس قاعد ويريد مصرف وسوالف مواضيع، لا إحنا نشتغل وكذلك ندرس. هيش هاي الغربة إحنا هيش تعلمنا بيها. زين ما مشتاق للديرة؟ أكيد أكيد، وبإذن الله نزورها بإذن الله الواحد عن قريب، بس أخلص الجامعة إن شاء الله بإذن الله أروح للديرة. يعني إن شاء الله هسه تتخرج وتصير طبيب، صار عندنا طبيب وبنفس الوقت السبح، تعرف هاي الشغلات. ترى المسابح بحر، المسابح مو بس مسبح وناس تعرف بس مسبح وخلاص، لا أكو مسابح تشر $10,000، مسابح يعني نادرة، مسابح ماكو منها بس واحد اثنين بالعالم، يعني مسابح كارثة، يعني كارثة، يعني مسابح بحر. زين
احكي لي اقبال الناس على اوزنقول بصوره عامه. اقبال الناس على اوزنقول صراحه اجمل منطقه، يعني انا صار لي 12 سنه بتركيا انا ساكن، اجمل منطقه شفتها هي طرابزون، خاصه اوزنقول. اوزنقول جوها باليوم اربع فصول يصير، يعني شتاء وصيف وخريف وربيع، يعني بنفس اليوم كذلك. يعني قبل اذا جيتوا الصبح شفتوا الصبح كان الصيف، ذبينا اللي اسمه لبسنا شتوي صيفي، وبعدين وراها ايش صار؟ مطرت الدنيا مطر، وراها ذب الثلج كذلك، وراها صفت الدنيا وصار جو ربيع يعني. والناس كلش يجيها، الناس يجوها من السعوديه، من الكويت، يجوها من الخليج كله عامه، حتى ناس من الاجانب يجوها كذلك، يعني روس انت بع السيارات، سيارات روسيه تجي، اذربيجان كذلك يجون، يعني كل المناطق يجون. صراحه اجواء حلوه وممتعه وتريح الدماغ بين قوسين مثل ما نقول. زين، الاتراك علمتهم عليك العراقي؟ اكيد، انا اسوي لهم دولمه، اسوي لهم دولمه واسوي لهم يعني برياني كذلك نفس الشيء، يحبون لك العراق صراحه، من يسوي لهم يتعجبون، حتى من نحطهم ويحطون تعرف شيء قليل الاطباق، من نحط لهم مثلا سويت لهم دليميه كذلك، دليميه كذلك اسوي لهم دليميه ينجنون عليها، يخبرون مرات، حتى يقول مرات احنا ناكل ترى بدينا بدون خاشوقه وسوالف، يعني يقولون تو يعني يتعجبون صراحه، بس يعجبهم لك العراقي. ام العراوي شلون هنا رافع الراس لو لا 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 رافع الراس، بس يعني ام العراوي بس مو حيل ام العراوي، يعني نص ونص. وانت ابن الرمادي يعني لازم تكون، بس ماكو ام العراوي، ما حد يصنعها. مشاهدينا الكرام اللي موجود بالفلوجه وبالرمادي، خلي يجيب لنا صينيه ام العراوي، عيب ضيوفنا الاتراك لازم نكرمهم. اكيد باذن الله الواحد الاحد ما قصر وياهم. شرفنا بيك وفرصه سعيده. الشرف وانا شرفت بيكم، وان شاء الله باذن الله نشوف عراقيين اكثر واكثر يجون هنا بديرتنا باذن الله الواحد الاحد. السلام عليكم حبيبي، شكرا. Good afternoon ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. اللي ورايا هو تيرمينال، بس مو تيرمينال المطار، وانما هو تيرمينال بيدا. لكن شنو هو تيرمينال بيدا؟ تعالوا نستكشف هذا المكان. هذه الطائرة يتحول إلى معلم سياحي مميز، مطعم تيرمينال بيدا. بعام 2018 الطائرة اللي قدامنا زقفت عن المدرج، ولكن الله لطف وذكاء الطيار كان سبب في إنقاذ كل المسافرين. بعدها قررت بلدية طرابزون أن تعمر الطيارة وتسويها معلم سياحي مميز. طائرتنا التي خرجت عن المدرج في طرابزون عام 2018 كانت تقف في يومرا بوضع مهمل. نحن جئنا وأخذنا الطائرة إلى ساحل يومرا وأنشأنا هذا المكان الجميل. اليوم قدمناه للناس ليستمتعوا به. يأتي الناس من جميع أنحاء العالم ويرون الطائرة ويشعرون بالسعادة، يتناولون الطعام بمتعة ثم يغادرون. نشكركم أيضا على زيارتكم. أيانزا سالك سالون ورون. وبالفعل عمروا الطيارة وجابوها هنا وفتحوا هذا المطعم بعام 2023. يقدم هذا المطعم أكلة تركية شهيرة اسمها البيدة. وهاي أكلة البيدة، فضلوا وياي. ويشتهر أيضا بوجبات الإفطار، الناس تجي لهنا تاخذ صور تذكارية وتتمتع بالمكان، والصراحة الأكل كلش طيب. كابتن سفوري يحدثكم. مشاهدينا الكرام، لهنا انتهت حلقتنا، بس ما انتهت حلقات الشمال التركي، انتظروني بالحلقة الجاية من مكان آخر.